طيب أستاذة، بالنسبة للموضوع ده، يعني ايه الطريقة اللي الزوج من خلالها يقدر يثبت ان هو سلم فعلا مستحقات او النفقة للزوجة يعني بشكل هو قانوني؟ يقدر يثبت بقى هنا عن طريق مصارين، يا اما هيرفع دعوى براءة ذمة، يا اما هيرفع دعوى استرداد ما تم دفعه من النفقات. لا، هو احنا يعني نقطة انت تانية، تقصدي انه ازاي يسدد بطريقة بطريقة قانونية؟ قانونية ويكون يعني معاه دليل انه هو سدد يعني. عندنا طريقة قانونية متاحة بالنسبة لنا، اللي هو مكتب تسوية محكمة الأسرة، يقدر يسدد فيه شهريا. عندي طريقة تانية كمان، ممكن أسدد خلال الدعاوي الحبس وهي منظورة أمام المحكمة في جلسات دعاوي الحبس. ممكن أسدد عن طريق المحضرين، لما بيجي لي محضر التنفيذ يقول لي إن في مبالغ مادية أسدد. أو تمام. ممكن إن أنا أعمل لها، وده خطأ قانوني برضو، أعمل لها إنذار عرض أنذرها فيه بمبلغ مثلا لمده مبلغ، بس لازم احدد المده، مده سنه مثلا. بس لازم يكون في حاجه هنا ضروريه جدا في الانذار، لان انا بشوف المشكله دي كتير جدا. الزوج بيعمل لها انذار عرض، ممكن يعمل لها انذار عرض بمبلغ كبير وكاتب المده، لكن مش حاطط رقم الدعوه. طب انا كمحكمه هعرف منين ان ده دي النفقه؟ اصل في ستات بتبقى رافعه 4 5 دعاوي نفقه، كل طفل دعوه نفقه وهي دعوه نفقه. طب هيعرف منين قاضي الموضوع ان ده، ان انذار عرض ده يختص بالنفقه دي؟ لازم رقم الدعوة، لازم رقم يذكر رقم الدعوه. الدعوة. وفي مشاكل كتير من في الجزئيه دي، فانا بنصح الاب او الزوج اللي بيسدد نفقات سددها بطريقه قانونيه يا فندم. تمام. ننتقل لسؤال تاني يا استاذة مروة، بالنسبة لمصروفات المدارس، هل الزوج ملزم بدفع مصروفات المدارس، وازاي القانون بيلزمه انه يسدد الرسوم الدراسية لأولاده كل سنة يعني على مدار السنوات بص، الدراسية؟ هي المصروفات المدرسية دي أنا أعرفها لك الأول. المصروفات المدرسية دي هي كل المصروفات اللي بتندفع في المدرسة، لكن هي بتختص بالمصروفات المدرسية بمصاريف الكتب الدراسية فقط. يعني معظم الناس متخيلة إن المصروفات المدرسية دي بتشمل الباص، تشمل اليونيفورم، لا ما بتشملوش، بتشمل الدروس الخصوصية أو الكتب الخارجية اللي هي الملخصات، لا ما بتشملش أي حاجة من دي. أنا عايزة أقول لك إن قانونا الزوج غير الأب غير ملزم بمرحلة الكيجي، غير ملزم قانونا بمرحلة الكيجي، اللي هي كيجي 1 وكيجي 2، لكن بعض المحاكم بتدي فيها أحكام. ده يعني يرجع إلى قاضي الموضوع، تمام؟ بيرجع هو أمر لتقدير تقديري، القاضي. بس هو هنا الدعوة ممكن تكون يكون جاي الدخل بتاعه دخل كبير فيسمح إن هو يدفع المرحلة دي. جميل جدا. طيب لو الأم نقلت الطفل من مدرسة حكومي لمدرسة خاصة، هيعمل الأب إيه في بصي، هو الجزئية دي؟ أنا عايزة أكلمك الأول عن حالتين في القصة دي. حالة إن الطفل لم يتم تقديم أوراقه في مدرسة خاصة، والحالة التانية إن الطفل بيدرس فعلا في مدرسة الخاصة دي. أول حاجة لو لم يتم تقديم أوراقه، يعني بيبقى ممكن يكون في خلاف نشأ بين الأب والأم. إثر الخلاف ده، نتيجة الخلاف ده، الزوجة رفعت دعوة اسمها دعوة ولاية تعليمية، أخذت الولاية التعليمية، أصبحت هي المتصرفة إنها تقدر تنقل الطفل لمدرسة تانية. أصبح الأب هنا غير يعني ما يقدرش ينقل الطفل، مش متصرف في الطفل. فهنا بقى الأم بتدخل الطفل، تقدم له في مدرسة خاصة. ممكن تبقى عارفة إن هو قادر او غير قادر على مصاريف المدرسه الخاصه دي، موافق او مش موافق. هل المحكمه هنا بتلزم الاب لو غير قادر انه ده طبقا للتحري، بتلزمه ان هو يدفع مصاريف المدرسه الخاصه؟ لا مش بتلزمه. لكن لو جه التحري انه الاب قادر على دفع مصاريف المدرسه الخاصه دي، المحكمه بتحكم هنا على الاب بدفع المصاريف. عايزه اقول لك على حاجه، انه ممكن يكون الطفل ده ليه اخ في مدرسه، في المدرسه الخاصه دي، بس تقدم له قبل كده، موجود فعلا بيدرس في مدرسه خاصه. هنا بقى الاب اقر بالمستوى التعليمي للاطفال ووافق عليه، فما يقدرش يعترض بقى. اصبح انه الموضوع مرتبط بالحاله الماديه للاب يعني. موافق. الحاله الماديه موافق للأب. على المستوى التعليمي ده، بس لان في طفل قبله. بس احيانا بيحصل يعني تغيرات طارئة على الحالات الاقتصادية، مثلا أنا حاليا عندي بعدين ما عنديش، فده برضو ممكن. ده حقيقي، يعني ممكن فعلا يكون الطفل فعلا بيدرس في المدرسة الخاصة دي، والأب كان دافع أقساط المدرسة الخاصة دي قبل كده وكان مقدم له، بس أصبح غير قادر، عايز ينقله لمدرسة
حكومي او تجريبي. هنا في حل قانوني، بس انا بنصح اباء كتير هم بيتصرفوا غلط في القصه دي، بيبدا يعمل له انذار، يقول لك اعمل للام انذار ان انت انقلي الولد مدرسه حكومي. لا، ما ينفعش، الانذار لا يعتد بيه قانون، لا يعتد الا بحكم المحكمه. اعمل انا ايه كاب؟ هرفع دعوه اسمها الزام الحاضنه بنقل الصغير الى اقرب مدرسه حكومي او تجريبي، والا تحملت الحاضنه فرق المصروفات.